هاد الناس حكموا عليا بالإفراغ، قانون طبقته وحقي باقي كاع ما خديته، والإفراغ ما كيجيش في سميتي، كيجي في سميت عدوسي الله يرحمها. هاد الناس دايرين ليا الترامي على ملك الغير، أنا ما ترميتش لهم على المحل ديالهم. أنا جيت لي عندي 18 سنة سكنت فيه، 83، عندي 4 ديال الولاد، مطلقة، عدوسي ماتت في 2000. وانا طلقت في 2002، وانا صابر على هاد الولاد، ما بغيتهمش يعيشوا مشردين. انا كبرت يتيمه، ما عندي ام، ما عندي اب، ما عندي رجل في كتافي، وهاد الوليدات ما بغيتش نخليهم يعيشوا المصير اللي عشتو انا صغيره. واليوم هاد الناس هما خرجوني للشارع، انا ساكنه دابا في الشارع، انتم كتشوفوا الحديد غادي، الحديد جاي، واحد يتقطع ليه الفران يخرج فيا، والليل راكم عارفين المخاطر ديال الليل والشتا. هادي 16 يوم قلت لكم ما حنا فيها وقيدت شحال فيا العافيه. انا كنظلم من الله سبحانه وتعالى ومن المسؤولين، وما يشوفوا من حالي وحال ولادي، ومن سيدنا الله ينصرو، من سيدنا الله ينصرو ويشوف من حالي. راه الشعب ديالك كيضيع العشوائي، انا خارجه غير من العشوائي وجالسه فرشة الأرض ومغطية بالسماء. أنا من حقي الاستفادة كباقي الساكنة. الناس حكموا عليا بالإفراغ، ما هي تبركة، راه غير كوخ، غير طوب والحشرات، وجميع الحشرات عايشين معايا. وكنقول يا ربي حمدت ربي سد عليا بابي، ودابا ما خرجوني للشارع، مالي المحل عمرهم ما سكنوا في محالهم، ودابا خداو هما الحق جاو سكنوا وأنا خرجت للزنقة. هذا راه عيب، راه قبع الله والفقر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. راه حرام عليكم تشوفوا من حالي، الله يشوف من حالكم. كنطلب من سيدنا الله ينصرو هو يشوف هاد الحاله ديالي انا ولادي. انا كبرتهم واش ما يتشردوش، ودابا هما خرجوا ليا للشارع، وعندي بنتي شنو المصير ديالها؟ الفساد، التشرد، راه عيب، راه حرام، راه عيب وعار. نقول انا مغربيه، راه حشومه، رحنا في دولة الحق والقانون، فين هو القانون؟ فين هو الحق؟ ايه الحق، القانون هو طبق علينا، علاش طبق علينا؟ خرجونا للشارع، هذا هو القانون اللي طبق علينا، وعطونا غير حقنا هاد الناس. حشومة، أنا عندي ضيق في التنفس وعايشة في الشارع، ساكنة، أش نقول لك؟ راه حسبي الله ونعم الوكيل.